هي القرارات ديال السوس اللي بقى في المنطقه ديال السوس قدامه في المستوى العالي في السوس. الدكتور أجدير الطالب الرئيس المدير العام لمجموعة أكديتال، هي مجموعة خاصة في المستشفيات الخاصة اللي دابا موجودة على الصعيد الوطني الحمد لله. إن شاء الله بهذا الافتتاح اللي غادي نقوموا به اليوم ديال هذا المستشفى، هو فيه كيتكون من جوج تاع المراكز، مركز متعدد الاختصاصات هو المستشفى الدولي لأكادير، ومركز خاص في العلاج لأمراض السرطان والأورام هو لو سونتر انترناسيونال دونكولوجي دأكادير. بهذا إن شاء الله كنعزو ولكن لوفر ديال هذه المنطقه ديال لو سود بهذا الانجاز اللي كيتكون من 220 سرير تقريبا، فيه واحد 45 حتى 47 سرير ديال العنايه المركزه وديال الانعاش. هاد لي سيرفيس كي سون بحال دي بيلي ديال هاد لوبيتال، لان كان خاصنا واحد حنا حسينا بالنقص في الانعاش على الصعيد الوطني ملي كانت في الاول الموجه ديال الكوفيد، وبينت الاهميه ديال الوجود ديال هاد الاسره وديال هاد المصحات الانعاش اللي خصها تكون متوفره وتكون في واحد المستوى عالي. كنتمناو ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال المواطنين ديال هاد المنطقه، خاصه بالنسبه لهاد لا سبيسياليتي ديال الانعاش ديال لا ريانيماسيون وديال لي سوان انتونسيف. او ميم طون كاين فيها واحد القاعات العمليات، 9 القاعات العمليات اللي كيديروا فيهم تقاموا فيهم العمليات، من العمليات الصغار حتى العمليات الكبار ديال الجهاز ديال القلب والشرايين ديال الاورام ولا ديال الادمغه ديال الامراض الدماغ، كلهم غادي يقدروا يديروا في واحد لي كونديسيون اوبتيمال في هذا المستشفى هذا. من ناحيه اخرى كاين واحد لو سيرفيس دو لابوراتوار دو الاناليز اللي مفتوح 24 ساعه في 24، المريض ملي كيدخل كنقوموا بالتشخيص ديالو، ما خصناش نبقاو نتسناو اكثر من دقائق باش نعرفوا شنو هو الريزولتا ديال الاناليز ديال لو سون. مع 4 الصباح ولا 5 الصباح يقدر يدير الاناليز والجواب ديالو في لي 30 مينوت كي سويف يكونوا عندنا الريزولتا ديال هذا. بالنسبه كذلك المركز ديال لا راديولوجي تتوفر على الاجهزه اللي في واحد المستوى عالي، منهم ليغام سكانير اللي مفتوحين 24 ساعه في 24 في 4 الصباح. كذلك كما قلت لكم على التحليلات يقدر يجي يدير المريض ليغام ولا لو سكانير، غادي يلقى الريزولتا غادي ياخذها في الدقائق اللي من بعد التشخيص. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين هذا المركز الدولي ديال علاج الاورام والسرطان، كيتوفر اول مره على في المنطقه على المركز الطب النووي لا ميديسين نوكليير اللي هو كيتسموا لي بيت سكان اللي كنتو كتعرفوه، بيت سكان ولا السنتيغرافي اللي كتسمح لينا باش دابا نقدروا نعرفوا الكونسير يلاه بادي في البدايه ديالو، ولا كان الكونسير ضيع نقدروا بالاجهزه العاديه ديال السكانير ولا ديال ما كيبانش لينا، ولكن بالبيت سكان كانوا الناس مضطرين باش يمشيو لمدن اخرى يديروا هذا البيت سكان ولا يديروا هاد التحليلات، ولينا دابا الحمد لله بهذا وفرنا لهم في هذا المستشفى هذا المركز اللي خاص الطب النووي اللي غادي يقدر يوفر لهم هذه المتاعب الماديه والمتاعب الشخصيه اللي كتطلب باش يمشيو حتى لمنطقه اخرى ديال مراكش ولا ديال الدار البيضاء باش يعملوا هذا لي بيت سكان ولا السنتيغرافي. دونك 220 سرير تتوفر على كاع التقنيات الهامه والمهمه اللي كاينه اللي كتوفر عليها الحمد لله الدول المتقدمه. حنا دابا وفرناها ان شاء الله بهذا المركز، وكنتمناو ان شاء الله نكونوا حسن الظن ديال المواطنين ديال هذه المنطقه. وميم طون بغيت ناكد على بان راه كاينه بدينا ب 250 يد عامله اللي غادي تبدا معنا في هذا امبلوا ديريكت في هذا المشروع، وفي التيرم من هنا عام ولا عام ونص من تكون لاكتيفيتي طلعت للماكسيموم اون باسي تقريبا 400 ديال لي زومبلوا ديريكت سون كونتي تقريبا ليكيفالون ديالهم اون امبلوا انديريكت. دونك فوالا كنتمنوا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال المواطنين وحسن الظن ديال صاحب الجلاله الله ينصرو اللي تا هو كيشرف بطريقه ذكيه على هذا المشروع الوطني ديال التغطيه الصحيه للمواطنين على الصعيد الوطني. شكرا. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.